كيف شاف اسماعيل عبد الله تجهيزلي ضرب مفرد التأمن العسكري ومدرسة الزراعة والمشفى الوطني في جسر الشغور. 18/3/2014. كتيبة الشهيد اسماعيل عبد الله جبهة الأقصى الوطنية. خلاص خلاص ركب. الله أكبر. كتيبة الشهيد اسماعيل عبد الله تدك معاقل النظام في جسر الشغور المشفى الوطني مدرسة الزراعة محرزة الأمن صواريخ فهد واحد. الله أكبر.